ازيكم يا جدعان؟ مرة تاني النهاردة. انتوا مفكرين ليه انا عملت الحاجات دي؟ بس والله معلش بقى، انا مصورتش فيديو. هنشوف. جدران، والله ابو جدران صوت عامل كريم. والصوت الحاجات دي زي العصا السحرية. ايه ده؟ ايه دي؟ يخ يا خراشي، أسوأ حاجة اللي انت تلاقي بوليس. يعني دي تلقى، ثواني خلينا نشوف دي. المكان فاضي الحمد لله. ايوه اتسحب، ضع عليك. وبعدين ايه ده؟ بس كده ثواني، بدل ديت صح يعني بتاع اختي. ممكن نعمل له عفريت، خلينا نشوف كده. ايه ده؟ ما تخافش. ايه ده؟ وعمل ايه؟ حد فاهم يا جدعان؟ يا اختي فيلم، الله عليك يا فاشل. يعني دوت لأ، ثواني يعني حاجتين، يعني في حاجة واحدة من الاتنين. ثواني بقى، استنوا. احنا ممكن نتنكر زيهم، هو مش واخد باله. ايه ده يا اختي؟ ازاي كشفتني انا؟ شنطه. ايوه يخرب، كنت تقلع الطاقيه يا ابني. ليه شكلي هحطك في السجن النهارده لمده مليون عام؟ الشغل عاوز السجن فعلا. تصدقوا ده عاوز مليون عام يقعد في السجن. مليون عام لبست جاري. ايه ده؟ منوم. هو جابه منين يا عم؟ انت بتجيب الحاجات دي منين؟ مش فاهم انا. هي اكيد خلافة. استنى نضربه. لا نضربه. لا جبنا كده يمشي بعيد عننا يا عم. امشي يلا بدل ما موتك. الله يعذبك بالطوبة. الله يجدعان. واحنا عملنا ايه؟ مش فاهم. ده شايفين ده الملك، ملك الشرطيين قصدي البوليس. ده لأ وده لأ. ده هينفع دوت، هينام. انما دوت هيخ، خلينا دوخ انا وهو، ودوت هيعملوا ازعاج كده هيكشفني.